وسايبين الاثنين كده ونقول بسم الله. بس صار طلعوا كمان الاثنين امك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو انتم طيبين، ورجعنا لكم يا رجالة في فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. طبعا يا جدعان فيديو النهاردة يبقى فيديو فيه شوية حاجات كده هنشوفها، اهم حاجة لو عجبك الفيديو عايزين نوصله 1000 لايك، وتعالوا يا جدعان نشوف هنعمل ايه. طيب بصوا يا رجالة، طبعا هنجهز الست زغاليل بتوعنا اللي احنا هنشرهم جداد، تمام؟ نحطهم بس هنا كده في الدشار، نحطهم هنا كده في الدشار، تمام يا جدعان؟ اول يوم ليهم النهارده كده في الدشار، تمام. والست شبابات دول انا من ساعه ما نقلت الحمام ما فتحت لهمش، من ساعه ما نقلت الحمام ما فتحت لهمش، هنفتح لهم. اللهم صل على النبي. معانا اول حاجه الحلس، معانا البوازه، معانا الاحمر الكشك، معانا الباكستاني، معانا الاسترالي، معانا لزر قطيفه. وبص هيطلعوا يقفوا هنا كده، طبعا بقالهم فتره يا جدعان ما طلعوش، اهو كده هيطلعوا على الظهر. اهو زي ما احنا شايفين، بسم الله. طبعا نايس ما طلعش، نايس الاسترالي، اهو هما كده يا جدعان، دول كده الستة ودول كده كمان ستة، تمام. تعال بس نديهم واحدة كده نشوفهم لسه بطيئة ولا لا. اتنين اربعة، في حاجة واقفة، اهو طير يالا. ثانية يا جدعان، مش عايز، خلاص مش هقرص عليه طالما مش عايز يطير. خلاص خمسة طلعوا امك كده يا جدعان، طبعا بقالهم فترة جامدة أوي ما بيطلعوش، فخلي اللي واقف واقف والستة دول يشوفوهم كده وهم بيطيروا وهم بينزلوا وهم بيتنقلوا على الله التسهيل. نسيبهم بقى يا جدعان براحتهم أهمك. سامعين التسقيفة ولا ما سمعتوهاش؟ بس على الله التسهيل يا جدعان. تعالوا بقى نخش جوه نشوف الدنيا فيها ايه، ونسيب دول براحتهم ويعيشوا حياتهم لغايه ما ينزلوا يبقى نطلع نشوفهم. طيب يا جدعان نقول بسم الله، نفتح النور ولا كده؟ حلو، نفتح النور، تمام. بصوا يا جدعان، احنا الفيديو بتاع امبارح قلت لكم ان احنا هنشوف حاجه عند اللهم صل على النبي عند الهزازات وايه اللي حصل عندهم. بس قبل اي حاجه يا جدعان، جات لي كومنتات كتير على فيديو امبارح، انت ليه جوزت دول؟ حرام عليك، ما تديش ده لده ومش عارف ايه والكلام ده كله. مع ان انا قلت لكم في بدايه الفيديو هو الدكر كسر عليها وشفتهم في الباب، خلاص هم ملمين ريش هنا والنتايه راقده وهو قاعد جنبيها، تمام. فانا قلت هسيبهم مع بعض طالما كسرها، وهم الاول ما حطيت لهم الطاجن ده النهارده رقدت عليه، واللهم صل على النبي كان خلاص يعني هم ما شاء الله قرب التحصي، فهنسيبهم مع بعض ناخد العيش ده وبعد كده هنقلهم، مش هسيبهم مع بعض على طول، فعشان بس ما حدش يقعد يقول لي حرام عليك ومش حرام عليك، مع ان انا مفهم في قلب الفيديو، فانا ما اعرفش الانتقادات دي بتيجي ليه كده وخلاص. يعني انا بجد زهقت يا جدعان، والله بجد انا زهقت، بتيجي انتقادات على حاجات انا ببقى شارحها وحاجات بيبقى الناس فاهمه اصلا انا قصدي منها ايه، بس لازم يبقى في انتقادات. ف يلا معلش يا جدعان، معلش عشان الموضوع بجد مضايقني، فما علينا الحمد لله. دولك خلاص يا جدعان احنا محضرين تحتيهم، ودولك مش عارف فك ولا لسه، اكيد لسه لسه يا جدعان. والزغلولين اللي هنا دولك ما شاء الله، عايزين بس نشوف اهمك يا جدعان، ما شاء الله كويسين، بسم الله ما شاء الله كويسين، تمام. وما ادري الله اكبر، حصت يا جدعان الزرع قطيفة حصل. تعالوا بقى دلوقتي عشان في حاجة زي ما كنا متوقعين، دولك احنا كنا شاكين ان هما انتيتين وهم فعلا اصلا طلعوا انتيتين، هما فعلا طلعوا انتيتين. دي حصة امبارح ودي حصة النهاردة يا جدعان، ماشي، دي حصة امبارح ودي حصة النهاردة، تمام. فكده خلاص يا جدعان زي ما احنا قلنا هنشوف، بس ايه كده المفروض بكره دي هتجيب حصوايه وبعده دي هتجيب حصوايه، فهنشوف ده في الفيديوهات الجايه، تمام. وبعد كده هناخد الاربع حصوايات هنرميهم وهنشيل النتايه دي وهنجيب الدقر اللي بره للنتايه دي. تعالى بس نشوفهم نزلوا ولا لا، بس هتهيألي ما نزلوش عشان خاطر ما سمعتش صوتهم على الظهر او نزل. اهمك لسه طايرين يا جدعان، الاحمر الكشك اهمك لسه طايرين، مش عارف انت عمال يعمل زوم ليه؟ في واحد نزل اهو، اللي نزل الاسترالي انا مش شايف، الاسترالي اهو الاسترالي نزل يا جدعان ما شاء الله. والاربعة التانيين امك طبعا، ايه اللي ينزل ينزل واللي يهوي يهوي. طبعا انا عايز دول كده يبقوا شايفين الدنيا. بص اهو يا جدعان الباكستاني، الباكستاني هما هينزلوا دلوقتي، خلينا نشوفهم
وهم بينزلوا، وبعد كده نخش نشوف ايه اللي حصل للهزازات، عشان انا همشي الهزازات كلها من هنا يا جدعان، همشي الهزازات كلها من هنا. ما شاء الله يا جدعان، كانوا 22 ولا 25 واحدة بطيئة، دلوقتي بقوا 3 4. اه يا جدعان الباكستاني نزل وقال لزق قطيفة والحلس ناقص اللحمة الكشك. اه يا جدعان لحمة الكشك تمام كده، نزل نسيبهم بقى براحتهم، ونسيب دول كمان براحتهم يقعدوا لهم ساعة ساعتين كده كده لغاية المغرب، يعني العصر لسه بيأقموه. طيب بصوا بقى يا جدعان ايه اللي حصل للهزازات. طبعا احنا عارفين ان دولك كانوا بياكلوا في ابنهم، مع اللي حاطط لهم تحديق ومروق عليهم، وكانوا بياكلوا في ابنهم. طبعا انا ابنهم ذبحته هو وابن التانيين، تمام ما علينا. ودي كانت رقدة على الزغلول اللي هنا ده، هنشوف ايه اللي حصل. طبعا الحصوية زي ما احنا شايفين، بصوا شايفين مليانة دم، مليانة دم. طبعا دي انا شلتها امبارح في الفيديو، بس قلت اسيبها لما نصور النهاردة. زمزم دي هي والدكر اللي انا جوزته هنا كانوا محصين هنا وجايبين الزغلول ده، وكانوا جايبين الزغلول ده. طب ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوفها مع بعض يا جدعان ايه اللي حصل. امبارح الزغلول ده يعني كان بيجيب دم من كل حتة، شايفين انتوا هنا عند الرقبة، بصوا مش عارف مش واضحة اهو، بصوا يا جدعان اهو نفس اللي حصل مع التانيين. ثانية ثانية عشان في حاجة واقفة هنا. نفس اللي حصل مع التانيين يا رجالة حصل برضك مع زمزم، بصوا اهي، بصوا بصوا عند الرقبة فمبهدلاه وقامت من عليه. اه بتاكله يعني، بصوا واكل هي، اه بتاكله بتخش تاكله بس خلاص قامت من عليه. فبصراحه يا جدعان انا بفكر ان انا اشيل الزغلول ده احطه في حته دفا وانا اللي اكله كده كل يوم، فدي هشوف لها حاجه. عشان بصوا اصلا بصوا جعان، بصوا بصوا عايز ياكل، بصوا بيجري ازاي. فهحطه في حته دفا، اشوف حته دفا وهحطه فيها. ويا جدعان انا ناوي خلاص كده، ناوي ان شاء الله همشي القص دول، يا للزوم همشي القص دول يا جدعان، وهمشي القص دول، وهمشي بردك القص دول. هي حصت تاني، حصت ما شاء الله، مش مكتوب لنا نمشيهم ولا ايه؟ حصت تاني يا جدعان، اللهم صل على النبي. فما علينا، المهم ان انا كده كده همشي، مش هخلي هزازات هنا خالص تمام. انا كده مش هخلي هزازات هنا خالص، وهنا دول حصويتين احنا محضنينهم. عشان كده انا مش عارف ايه التفسير، ايه التفسير اللي خلى الهزازات تعمل كده، يعني اشمعنى الهزازات، فمش عارف يا جدعان. فانا كده همشي الهزازات. وعندنا انا كمان يا جدعان بسم الله ما شاء الله البوازات برضه حصوا النهارده، الله اكبر. كده يبقى البوازات حصوا مع الزهر العطيفه، اللهم صل على النبي، كده الاثنين حصوا مع بعض. طيب عندنا بقى يا جدعان الزغلول ده، عايزين بقى نشوف كده خلاص هيتنقل ولا لسه. بصوا هو ده هو بياكل مع اهله، بس انا شايف ان لسه شويه الجو ساقع، فمش عايز انقله هو كده. فده كده برضك هستنى عليه شويه، ده هستنى عليه شويه تمام. وعندنا في الزغلول ده، ده برضك لسه نفس يعتبر السن ونفس الحاجه، هستنى برضك عليهم يومين ثلاثه، نستنى عليهم يومين ثلاثه. وكان عندنا زغلول تاني، دول بس اهم حاجه والله ما فاكر هم دول حصوا امتى، بس لا لسه ملحقوش يفكوا. وعندنا بردك زغلول هنا اهو يا جدعان، بسم الله ما شاء الله الاسترالي ده، طبعا ده لسه صغير خالص، لسه صغير خالص تمام. وعندنا دولك اللي احنا جوزناهم من الفيديو اللي فات، ان شاء الله هما بصوا يعتبر خدوا بعض خلاص كده يا جدعان. طبعا دي نتاية واشتغلت عندي عشان محدش يقول لي ده ذكر، دي هي زايفة، نتاية زايفة اشتغلت عندي قبل كده مع الذكر العبسي تمام. وهنا في ايه دولك لسه، والحلبيات طبعا لسه، وهنا دولك الزغلولين تحتيهم عاملين ايه، طبعا كويسين بسم الله ما شاء الله. وهنا دولك فك ولا لسه، لسه يا جدعان. وزي ما احنا قلنا دولك كده خلاص طلعوا انتيتين، واحده حصت امبارح وتانية حصت النهارده تمام كده يا جدعان. فالفيديو بتاع النهارده شفنا ما شاء الله الجديد اللي حصل، اللهم صل على النبي. عندنا حمام حصه، حمام طلع، حمام بيموت في عياله. فزي ما قلت لكم يا جدعان الهزازات انا لسه ما اعرفش نظامها هيبقى ايه معايا. طيب وعندنا حاجه هنا يا جدعان اكتشفتها، ان الاثنين دول، الاثنين دول طبعا اخوات، بس عش وعش، بس عش وعش، بسم الله ما شاء الله الحمد لله الاثنين طلعوا ذكرين، الاثنين طلعوا ذكرين
تمام. فهناخدهم كده بسم الله، ناخدهم كده الاثنين زي ما احنا شايفين كده يا جدعان، الاثنين طلعوا دقيقين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ويا رجاله هم عاملين كده اهو وسايبين الاثنين كده، نقول بسم الله. بس كل الاثنين كده يا جدعان هنطلعهم، الاثنين كده خلاص هنطلعهم. تمام يا رجاله. طيب وعندنا كمان ده، احنا قلنا شاكين انه ذكر، قلنا شاكين انه ذكر، فتعالى مع انه والله العظيم شكله مد انتهى بس ممكن يكون طالع ذكر. طيب تعالى ده هنطلعه برضك بره يا جدعان. يا ابني خد، يا ابني خد، ثانية واحدة كده يا جدعان. بص 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 الحتة دي صنعها ما بتخيب دي. يلا بسم الله برضك يا جدعان. ده هنقوم عاملين كده. ايوان ايوان خلي الحمر والخضار طلعوا كمان الاثنين امك. بس ادي احمر فوق اهو، الاثنين الحمر امك يا جدعان، واحد اهو وواحد اهو. تمام ما شاء الله يا جدعان زي ما احنا شايفين كده. احنا طلعنا ثلاث حمامات كمان مع الاربعه، بقوا سبع حمامات، اتنين اربعه سته طيارين. سبع حمامات ازاي؟ هما كانوا سته وطلعنا اتنين، سته وطلعنا اتنين، يبقى تمانيه، تسع حمامات يا جدعان. سبعه طيارين، اتنين اربعه سته، هما سته طيارين ولا سبعه؟ انا دماغي لفت يا جدعان، المفروض كده سته مش سبعه. سته طيارين، اتنين اربعه سته، وفي تلاته هنا، يبقى هما التسع حمامات اللي احنا قلنا عليهم. بسم الله ما شاء الله. بص الاثنين الحمر طلعوا، بص خدوم وعليو، وبسم الله ما شاء الله الزاجل معاهم يا جدعان. تمام. فكده برضك اكتشفنا ان دول مفروض كده ثلاث ديكور مصلحه، والله بالنسبه لي مصلحه يا جدعان. خلينا النش. طيب عندنا بقى ايه الحلبيات برضك، عايزين نكتشفهم اكتر. حلبيات مش عارف والله، بس انا لما حطيتهم لبعض ما يعني ما عملوش حاجه في بعض، فاهمين؟ فا على الله تسايل. هو كده كده اللي على اليمين ده ذكر، يعني اللي على اليمين ده ذكر، وباين مليون في الميه انه ذكر. تمام. طيب اللي على الشمال ده بقى هي شكلها نتايه يا جدعان، نتايه. فبصوا نخليهم برضك دلوقتي لما نشوفهم. ودولك اللي كان بيركن يا جدعان اللي جوه ده طالع ذكر، ودي طالعه نتايه كده، انا متاكد اصلا من دول، انا متاكد من دول. تمام. والانجلايزه برضك انا متاكد ان هم ذكر وانتايه، اللي انا شاكك فيهم بس الاثنين اللي هنا دول الحلبيات. وطبعا الحمام ابتدى ينزل اهو يا جدعان، الحمام ابتدى ينزل اهو، هو مش ابتدى، هو نزل عامه اهو يا جدعان. مش عارف في حاجه تانية طايره ولا لا، في حاجه راحت على مركن. ثانيه كده يا جدعان، في حاجه راحت على مركن، ايه مش عارف. الحرس والاسترالي، ما علينا ما علينا. الحمام انا هشيته مرتين، وهو الحمام اصلا مش قادر بقاله فتره بيطلع. ما علينا، هيجي ينزل. يبقى احنا كده يا جدعان بقوا سبع حمامات، فعلى الله التسهيل. وكده يا جدعان اللهم صل على النبي. ايه كده احنا عندنا ايه تاني؟ ديكو بس معانا، دماغي قسما بالله يا جدعان تعبان. والحمد لله على كل شيء، الحمد لله ان هم طلعوا ذكرين، الحمد لله ان هم طلعوا ذكرين، عشان الذكر ده انا هغيره، الذكر ده انا هغيره. خلاص وهندي ذكر للنتائج دي باذنك انت يا رب، وهنظبط الدنيا الفتره الجايه. وبس كده يا جدعان، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استمتعتم بيه. والحمام زي ما احنا شايفين كده، دولك يا جدعان هسيبهم خلاص وشويه وهنزلهم على المغرب كده باذن الله، هنزل الحمام ده كله كده يا جدعان. واللهم صل على النبي، الحمامتين دول هيجوا وعلى الله تسهيل، وكل شيء هيبقى خير. وده كده يا جدعان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استمتعتم بيه. ومعلش يا جدعان لو الفيديو النهارده مش قد كده، بس انا فعلا تعبان. كان معكم ميسي الصبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.